ان الاخ ديال محمد ياسين مضيان اللي تصدمنا في الخبر ديالو هذا الصباح هذا بان راه مات، جاو البوليس علمونا بان السيد كاين واحد السيد هنايا مات، مشينا شفنا تاكدنا من الجثه جبرنا بان خانه، وبالغالب الامر بان هذا السيد هذا راه ما ماتش في البحر، كيقول بان مات في البحر راه قتلوه البوليس، وكون على يقين بان راه قتلوه المخزن، وبغينا التحقيق في هذا الشيء هذا، بغينا النيابه العامه والسيد الحموشي الله يجازيه بخير يوقف معنا في هذه الفجعه هذه، هذا راه قتلنا خاي عنده 24 عام، عنده واحد المشكل في الدائره اربعه اولا مع واحد المشكل، عطاهم الساعه اللي شدوا عطاهم السميه ديال خاه بلال مضيان، هو عنده في المحضر اللي كتبوا الاولاني بلال مضيان، وهما ما يمكنش هذا السيد هذا عندهم المعلومات عليه، ومن بعد كيجي خبر بان راه مات في البحر، راه السيد كان مات عندهم في السنتر على المخزن مات، هما اللي قتلوه، وبغينا النيابه العامه تفتح التحقيق في هذا الشهاده الله يجازيه بخير، وبغينا نوصلوا للحقيقه، هذا الشيء اللي خلى مات الله يرحمه ويوسع عليه، بغينا الله يجازيكم بخير، يتعاونوا معنا والناس تعاون معنا باش نعرفوا الحقيقه الله يجازيكم بخير. كيفاش مات خاي دابا هو مصبر باسمي انا، كيفاش مات؟ ما يمكنش فهمتي قتلوه وما قتلوه وما تعداو عليه، اللهم هذا المنكر سي لعان قليان، الله يجيبنا الجزاء ديالو، اللهم هذا المنكر، ما عندي ما نقول يعني اللهم هذا المنكر، وما قتلوه اخي، لا اله وما قتلوه. شهادة الله عنقولها، أقسم بالله العلي العظيم وحق السين حساب اللي خلق الأرض والسماء، أنا كنت في قهوة المرسى في التراسة كان قصروا تما، جات الساعة ديالي جيت في حالي هوت على بلاية طلعت على اتحاد الأمم وعنكوز على كوميسارية مع جبار التاكسي المبروك ينزلني، أنا جايز وأنا كنشوف ثلاثة هوادي مصطفي كدخل بهم الكوميسارية بكاسة دورة حمراء فهمتي وطربوز الكوتشي ثلاثة بهم مقطنين داخل بهم الكوميساريه، وشفت هذا الولد هذا الولد اللي مات ياسين شفته، وساعه كملت الطريق ديالي راه تما كاينه كاميرات كاينه ملبانه كاينه بيسري كاينه تما كاين واحد الساكه كاين واحد البنكه فهمتيني كاينه كاميرا تما، وشهاده الله انا قلت اقسم بالله العظيم العظيم شفته داخل بهم الكوميساريه مع الخمسه قال قسمين الخمسه قال قسمين شفتهم باب الكوميساريه باب الكراج داخلين بهم. السلام عليكم. نضنا على واحد الفاجعه هذا اليوم هذا على واحد الاخ ديالنا والصديق ديالنا والجار ديالنا مسكين محمد ياسين مضيان الله يوليه برحمه الله، حنا واحد الحاجه مهمه كسكينه طنجه وكسكينه الحي وكمغاربه كنطلبوا بمدير العام ديال الامن الوطني السي عبد اللطيف الحموشي الله يجازيك بخير الله يرحم لك الوالدين فتح لنا تحقيق في هذه النزيله هذه، بغينا نعرفوا هذا السيد هذا باش توفى اللي عطى الله عطاه السيد الله يرحمه مات، بغينا غير باش نبردوا على والديه وعلى خوته مساكن، واحد الحاجه مهمه بغيت نعرف ياك الله يرحم لكم الوالدين المعنى ديال الامن في المغرب شنو هو؟ غادي نشبروا الدري صغير غادي نقولوا له الامن كيتخلع بوحده، حنا في المغرب بغينا نحسوا بوليداتنا وخوتنا صغارين ووالدينا بالامن بان الامن كتحميني ماشي كتضرني، وهادشي اللي عندي ما نقول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناة 8 مارس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.